عملية توزيع الدعم الغذائي لشهر رمضان الجاري مستمرة بإقليم سيدي بنور في نسختها 21، حيث تتم عملية التوزيع طبقا لتدابير السلامة الصحية والحماية والنظافة ووفقا للشروط والإجراءات التي تقوم بها السلطات المحلية بالإقليم. في إطار العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، شرعت كل من اللجنة الإقليمية واللجن المحلية منذ فتح شهر رمضان المبارك على توزيع المساعدات الغذائية المخصصة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن لفائدة الأسر الفقيرة والمحتاجة، وذلك طبقا للوائح المعدة لهذا الغرض. وقد بلغت حصة المساعدات الغذائية المخصصة لإقليم سيدي بنور من طرف مؤسسة محمد الخامس خلال هذه السنة حوالي 6606 مستفيد، وقد حرصت هذه اللجان الإقليمية واللجان المحلية على تعقيم مختلف القفف واتباع التدابير الاحترازية الضرورية لتأمين عملية إيصال هذه المساعدات للأسر المستفيدة. جاتنا في وقتها، حنا دابا الإنسان جالس حنا في الحجر الصحي ما خارجينش، حنايا جامدين دابا في الديور ما كاينش تخرج والو وما كاينش باش كنسيروا مع هاد رمضان، وجات في الوقيته ديالها حتى هي اللي حنا خاصنا نسيروا بها سيدي في هذا شهر الغفران، والله ينصر سيدنا. تقديم المساعدة والدعم للأشخاص والأسر الذين يعيشون في وضعية الهشاشة للحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد-19 من أهم أهداف العملية، حيث تمت الزيادة في عدد الأسر المستفيدة من جميع أقاليم المملكة وفقا لمعايير تتعلق بحجم السكان وطبيعة الوسطين القروي والحضري وكذا نسبة الفقر والهشاشة.